ناخدو معنا بوتينا من فرنسا. للي بوتينا صباح الخير. الو صباح الانوار اختي. اهلا وسهلا، مرحبا بك. اواسر مباركه لك ولكل طلاب الطلاب. ان شاء الله وسنه سعيده بصحه وسلامه ان شاء الله. علينا وعليكم بسم الله يا اختي. عندي يوم كلافوتي بالبرقوق. نحتاجو في المقادير ديالو 4 البيضات. 110 غرام ديال الدقيق. نعم. 100 غرام سنيده. بلاتي عاودي من الاول شنو قلتي؟ 4 البيضات. 4 البيضات. 110 غرام ديال الدقيق. لا الوصفه اللي ما سمعتش من الاول. سميتها الكلافوتي بالبرقوق. كلافوتي بالبرقوق. قلنا 4 البيضات. وي. 110 غرام ديال الدقيق. 110 غرام دقيق. 100 غرام سنيده. 100 غرام سنيده. نص لتر ديال الكريمه. نص لتر كريمه. 15 سنتيلتر ديال الحليب يكون بارد. 15 سنتيلتر الحليب بارد. فاني سوا واد لي من السيده اللي ما نتاش تعمل الساسيو شويه الملح. فاني. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجو فيها كيلو ديال البرقوق. حشوه كيلو ديال البرقوق. وي ما يكونش البرقوق طري ماشي الجاف. بالنسبة للمول غادي نحتاجو ليه 50 غرام ديال يعني البرقوق في خويل اللي كناخدو ماشي الجاف. نعم. وي باش نوضحو للسيدات. بالنسبة للمول غادي نحتاجو ليه 50 غرام ديال الزبدة تكون بوماد و 50 غرام ديال السنيدة. 50 غرام في المول غنديرو 50 غرام ديال الزبدة بوماد ياك؟ و 50 غرام السنيدة. وي بالنسبة للطريقة أول حاجة غادي ندهنو المول ديالنا بالزبدة ونغشوه بسنيده نحاولوا نغلفوها كامله. نعم. من كاع القنيتات غنسخنوا لا كريم فريش في الكاسرونه ونضيفوا ليها الحليب والفاني وصافي غادي نطربوا البيض مع حتى يبيض ونزيدوا له الدقيق ونخلطوا كل شيء مزيان. بالنسبه للبرقوق غادي نزولوا له القلب ديالو نعملوه في القلب ديال المول فوق الزبده والسنيده اللي عملنا غادي نعملوا نفتشوا ونحطوا وحده حدا الاخرى نحاولوا ما نخليوش فراغات ما بيناتهم. نصبوا عليهم الحليب ديال الكريمه والخليط البيض ونحركوا كل شيء مزيان ونصبوا كل شيء في المول فوق البرقوق وندخلوا الفران على 180 درجه يطيب ما بين 40 حتى 45 دقيقه. باش نعرفوا واش طاب ندخلوا المول في القلب ديال الكلافوتي الا خرجنا صفر سيفو ما خرجش فازك نخليوه مازال يحتاج طياب راه تيتكلبل على الشكل ديال الفلون. عندي كافيار ديال الدنجال بالشونتي ديال جبن الماعز. كافيار ناخذوه باش ناخذوا معنا انس ان شاء الله. كافيار ديال الدنجال بالشونتي ديال جبن الماعز. احتاجو في جوج دنجالات جبن ماعز. احتاجو في جوج دنجالات جوج دنجالات جوج دريسات ديال الثومه جوج دروس الثومه معلقه كبيره ديال عصير الحامض معلقه كبيره عصير حامض 5 سنتيلتر ديال زيت بلديه 5 سنتيلتر زيت بلديه ورشيشه ديال الكمون والملح والابزار رشيشه ديال الكمون ملح ملح وشويه الابزار ابزار. بالنسبه للشونتي ديال الجبن الماعز غنحتاجو 250 غرام ديال الجبن الماعز 20 سنتيلتر كريمه سائله 10 سنتيلتر ديال الحليب نعم وجوج معالق كبار ديال العسل وجوج معالق كبار ديال زيت البلديه ومليحه وبزيره. نعم. غادي نقسمو الدنجال ديالنا على جوج وندخلو الفران يتشوى ما بين 15 حتى 20 دقيقة وملي نتكو البدنجال بالموس ديالنا غادي يخرج لنا بسهولة نقشروه ونتقطعو اللب ديالو بالموس مزيان ونضيفو له جوج دروس ديال الثومة يكونو محكوكين وشوية عصير الحامض المليحة والبزيرة وزيت البلدية والكمون ونحتفظو بها على جانب. بالنسبة للشونتي غادي نخلطو في الطراب الجبن مع باقي المكونات اللي عندنا. بالنسبة للأخوات اللي عندهم السيفون راه تعمرو بيه كيخرج مهوي من الداخل اللي ما عندهاش غير بالمعلقة في القلب ديال ليفيغين تعمل طبقه ديال الكافيار ديال لوفيغين اللي عدلنا ودير فوق من وريده في الشونتي ديال الجبن الماعز وتزينو بالسيبولات والمربعات الحامض والشويه البافو. نعم. وكل سيده على حساب الرغبه ديالها. نعم ونقدمهم بالصحه والراحه. تبارك الله عليك. بارك الله فيك. شكرا لك بوتينا وتحيه الناس ديال فرنسا. نهارك مبروك ايضا.